السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم عالم سهام. سعيدة جدا بلقياكم مجددا وأتمنى أن تكونوا جميعا بألف صحة وعافية. تبييض الوجه وتفتيح لون البشرة هو موضوع اليوم بإذن الله، فإذا كنت مهتمة بخلطة فعالة ومجربة لتبييض الوجه وتفتيح لون البشرة تابعي معي هذا الفيديو للآخر. فبعد خلطة اليوم للتبييض لن تحتاجي أبدا لكريمات الأساس أو لوضع المكياج لإخفاء اسمرار بشرتك أو عيوبها، فهي فعالة للتبييض وفي نفس الوقت لإزالة آثار الحبوب والشوائب ببشرتك، فهي سهلة جدا، مكوناتها متوفرة بكل بيت، فقط سنحتاج للفازلين وأيضا لنشاء الذرة. يمكنكم تعويض نشاء الذرة بأي نشاء تتوفرون عليه. في إناء مناسب سنقوم بوضع ملعقة من الفازلين، نضيف إليها ملعقة مملوءة جيدا من نشاء الذرة. نخلط عنصري تبييض الوجه هذين جيدا إلى أن نحصل على كريم بهذا القوام. كريم التبييض هذا هو ما سنضعه على بشرة وجهنا ليلا قبل النوم، نتركه لمدة 30 دقيقة، ثم نغسل وجهنا بالماء وبالغسول المعتاد ونرطب بزيت الورد بالنسبة للسيدات ذوات البشرة الجافة والعادية، ونستغني عن الترطيب للسيدات ذوات البشرة الدهنية. نستعمل خلطة تبييض الوجه وتفتيح لون البشرة هذه 3 مرات بالأسبوع، كما يمكن الاحتفاظ بها في علبة زجاجية فهي تبقى صالحة لأسبوعين وأكثر. أتمنى أن تعجبكم خلطة اليوم لتفتيح لون البشرة وتبييض الوجه. لا تنسوا عزيزتي أن تضغطوا على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو، أن تشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم لتعم الفائدة. أشكركم على متابعتكم ووفائكم، وإلى اللقاء في خلطة قادمة بإذن الله.